مساء الخير احبائي واعزائي. محمد رمضان بيقول اخويا اسمه روماني. محمد رمضان يكشف سبب تقبيله للصليب بكل سعادة. بيقول في كلام جميل جدا جدا: ظهر الفنان محمد رمضان خلال احد مشاهد مسلسل حبيشة وهو يقبل الصليب، فتعجب جمهوره وكسر السؤال ليه تبوس الصليب، فكان رده من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أخويا اسمه روماني جرجس، أخويا في الرضاعة مسيحي اسمه روماني جرجس. وكشف الحكاية كاملة: عندما كان عمري سنة ونصف تعبت أمي تعب شديد، وتم حجزها في إحدى المستشفيات لمدة أسبوع، وأم روماني هي من اهتمت بي ورضعتني كأني ابنها، وشرعنا كان لا يوجد به إلا 4 بيوت فقط مسلمين. بيقول إن الشارع ما كانش فيه غير 4 بيوت مسلمين وباقي البيوت كلها مسيحيين، وكنا بنذهب للكنائس حتى نحضر أفراحهم، وهم كانوا بيحضروا كتب الكتاب في قاعة المناسبات في المسجد. ولذلك في مشهد حبيشة اتفاجأت إني ببوس الصليب بدون أي اتفاق مع المخرج، وتربيتي تعلمني أن أحترم أي شيء يخص المسيحيين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.